Hello guys and welcome in another video. في الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد الاناليزيس للنكلاس باي كي دو موباسون كتطبيق عملي لداكشي كامل اللي شفناه في هاد الحصص اللي دازو. غادي نبداو من الكاركتيريزيشن وغادي نساليو بالبلوت. اول حاجه غادي نبداو بها هي واحد السامري، علاش كتدوي هاد القصه هادي؟ باختصار هاد القصه اللي هي القلاده ولا النكلاس كتدوي لنا على واحد السيده سميتها ماتيلد، وهاد الانسان اللي هي زوينه وراجلها موظف على قد الحال في وزاره التعليم، ماشي ميسورين من الناحيه الماديه. وهاد ماتيلد هادي ديما كانت كتحلم بحياه الرفاهيه، كتحلم بلي عندها واحد الدار كبيره، عندها الخدامه، لكن الحياه اللي عايشاها يعني متواضعه، وكتحشم تزور واحد صاحبتها سميتها فوريستر. علاش كتحشم تمشي تزورها؟ حيتاش هاد فوريستر كانت الصديقه ديال ماتيلد ولات غنيه بطريقه ما قالناش الكاتب شنو هي الطريقه، ولكن كانت كتقرا مع ماتيلد في المدرسه وداز الوقت وهاد الصديقه ديالها ولات غنيه. الور ماتيل بحال ولات كتغير منها، وديك الغيره سبات لها انها ما تبقاش تزورها كاع. واحد النهار الزوج ديال ماتيل جا فرحان للدار وفي يدو واحد لانفيتاسيون لحضور حفل عشاء. قال للزوجه ديالو اللي هي ماتيل وجدي راسك راه غادي نمشيو نحضروا لواحد حفله عشاء. هي بدل ما انها تفرح ويعجبها الحال نط كتبكي وحست بواحد الحزن شديد. الزوج استفسر قال لها ياك لاباس؟ قالت له راه ما عندي ما نلبس. الراجل باش يخفف على المرأة ديالو اعطاها الفلوس باش انها تشري واحد الفستان اللي غتحضر به لهاد الحفله. ومع ذلك ماتيلد باقي ما حساتش بهذاك الشعور ديال السعاده. فسولها الراجل علاش؟ قالت ليه ما عنديش مجوهرات. الراجل بروبوز عليها قال ليها في بلاص المجوهرات حاولي ديري شي ورده. ما عجبهاش الحال، قالها علاش ما غاديش تمشي لعندك صاحبتك الغنيه فوريستر وسلفي من عندها شي مجوهرات؟ وهي تفرح مشات فعلا لعند صاحبتها. صاحبتها كبرات بها، جبدات لها واحد الصندوق قالت لها اختاري اللي بغيتي. ماتيلد ما تجي عينها غير في واحد القلادة غالية بزاف عجبتها وهي تختارها. ماتيلد شرا لها راجلها الفستان، دبرات على قلادة ديال الماس عند صاحبتها، يعني كاع داكشي اللي بغاتو دبرات عليه. الور واجدة انها تمشي للحفلة، وفعلا مشات للحفلة وكانت محط انظار كاع الرجال اللي كانوا تما، يعني كانت تبان زوين. استمتعت بالوقت ديالها حتى للربعة نتاع الصباح. فسالوا الحفلة، رجعت للدار قلبت على القلادة ما لقاتهاش. الراجل خرج كيقلب عليها ما لقاش القلادة. بزاف ديال المحاولات بزاف ديال التفكير خرجوا بواحد الخلاصة اللي هي خاصنا نرومبلاصيو هاد القلادة ديال الماس بشي قلاده وحده اخرى كتشبه ليها. مشاو عند بائع المجوهرات كيقلبوا على شي قلاده كتشبه ديال ادم فوريستي، ما لقاوها عند حتى واحد الا واحد بائع المجوهرات وحسبها لهم بواحد الثمن اللي هو خيالي. شدوا بزاف ديال الكريديات باش يشريوها، وفعلا ردوا القلاده لمدام فوريستي، ولكن باش يخلصوا الكريدي اللي عليهم 10 سنين وهما عايشين العداء والفقر. دازت 10 سنين تكرفس فيها الراجل، تكرفصات فيها ماتيلد حتى انها ما بقاتش كتبان شابه كثر التمارة اللي دازت عليها، ولات كتبان كبار من اللاج ديالها. واحد النهار تلاقات ماتيلد مع مدام فوريستي، ومدام فوريستي سولت ماتيلد قالت لها كاودي لاباس غبرتي كتباني شارفه. قالت لها ماتيلد انت هي السبب ديالي. قالت لها الله ودي شنو درت لك انايا؟ قالت لها شتي هذيك القلاده اللي سلفتي لي كانت طاحت لي في الحفل اللي مشيت ليه، ومشيت شريت وحده جديده، وباش نشريها خديت كريديات، ودوك الكريديات كانوا كبار بزاف، كان خاصني نتكرفص 10 سنين باش نرد. الجواب ديال فوريستي كانت دهشه واضحه على الوجه ديالها. قالت لها واش شريتي قلاده ديال الالماس ترومبلاصي لي بها القلاده اللي عطيتك؟ قالت لها اصلا القلاده اللي عطيتك انايا ماشي ديال الالماس غير مزوره. كتنتهي هنا القصة. اول حاجه اللي نشوفوها هي الكاركترز اندر كاركترايزيشن. شحال ديال الكاركترز عندنا في القصه؟ عندنا ثلاثه، ماثيلد هير هازبند اند مادام فوريستي. نشوفوا واش الكاركترايزيشن دايركت ولا اندايركت بالنسبه لكل كاركتر. نبداو بماثيلد. بالنسبه لماتيلد الكاركتيريزيشن دايركت، لحقاش الكاتب قال لنا دايركت انها انهابي اباوت هير لايف، يعني ما كانتش سعيده بالحياه اللي كانت عايشاها، حيتاش كانت ديما هي تحلم انها تكون مع الطبقه الغنيه الارستقراطيه. هنايا الوصف كان دايركت، على عكس هير هازبند ولا ماستر لوازيل اللي الكاتب ما قالش لينا كيبغيها، ولكن عن طريق الافعال ديالو مع ماثيلد عرفنا بلي انه كيبغيها. سمح في واحد الخرجه مع صحابه باش يمشيو يصيدوا وعطاها الفلوس باش تشري الفستان. النهار اللي طاحت القلاده مشى كيقلب على الفلوس باش يشري القلاده لمدام فوريستير، وما تخلاش على الزوجه ديالو. يعني هنايا الكاتب راه ما قاليناش بطريقه مباشره ان مستر لوازيل از ا كارين بيرسون اند هي لافز هيز وايف، لكن وي فاوند اوت ثرو هيز اكشنز.
مدام فورستي فاش جات عندها ماثيلد قالت ليها بغيت قلادة، مدام فورستي ما رضاتهاش، يعني شي از جينيروس بيرسون. واحد الملاحظه واحدة اخرى اللي غادي نقدروا نقولوها على مدام فورستي، انها ماشي غنيه ولكن تتظاهر بالغنى. علاش؟ حيت القلاده اللي كانت عندها ماشي حقيقيه، ولكن تو ديسيف بيبل، باش توهم الناس على انها غنيه، كتشري مجوهرات مزوره. بالنسبه للتايبس اوف كاركترز، بالنسبه لماثيلد واش هي اونتي هيرو؟ لا. واش هي الانتاغونيست؟ لا. بروتاغونيست؟ اه، هي بطلة القصة. بالنسبة لميسيز لوازيل ومدام فورستير كانوا شخصيات ثانوية. بالنسبة لماثيل واش راوند ولا فلات؟ راوند. علاش؟ لحقاش وصفها الكاتب بزاف وعارفين عليها بزاف ديال لي ديتاي. اما بالنسبه مستر لوازيل ومدام فورستي هما فلات كاركترز، حيت ما وصفهمش الكاتب بزاف بحال وصف ماثيل. وصف الاحاسيس ديالها، وصف الشكل ديالها، وصف اللبس ديالها، وصف تقريبا كل شيء. بالنسبه لماتيلد، ستاتيك ولا دايناميك كاركتر؟ قلنا بلي ان الدايناميك كاركتر ار ذا كاركترز هو اندرجوز سام تشينجز ثروات ذا كورسز اوف ذا ستوري. ان ماثيلد العقليه اللي كانت عندها في الاول ماشي هي العقليه اللي كانت عندها في الاخر ديال القصه. وقعوا لها تغيرات كبيره من ناحيه التفكير ومن ناحيه النظره ديالها للحياه. داكشي علاش قلنا دايناميك، يعني تبدلات فيها شي حاجه. مستر لوازيل ما تبدل فيه والو، بحال عرفناه في بدايه القصه بحال في النهايه ديال القصه. كان كيبغي المراه ديالو، كان كيتقاتل من اجلها كما في الاول ديال القصه كما في الاخر ديال القصه. مدام فورستي حتى هي ستاتيك، حيتاش كما وصفها الكاتب في بدايه القصه كما وصفها في الاخر ديال القصه، موقع عليها حتى شي تغيير من ناحيه ديال الشخصيه ديالها ولا الرؤيه ديالها للحياه. داكشي علاش قلنا ستاتيك. ندوز للبوينت اوف فيو. كنا قلنا بلي انه عندنا اربعه ديال الانواع، عندنا فيرست بيرسون، سكند بيرسون، ثيرد بيرسون اومنيشن، اند ثيرد بيرسون ليميتد. قلنا بلي ان ثيرد بيرسون اومنيشن كيعرف الاحاسيس والافكار ديال الكاركترز كاملهم، اما ليميتد فكيعرف غير الافكار والاحاسيس ديال واحد الكاركتر. في القصه ديال النكلس point of view is a third person limited. علاش؟ لحقاش الكاتب كيعرف غير الافكار والاحاسيس ديال ماثيلد بوحدها. بالنسبه لي سيمبولز، فعندنا واحد سيمبول اللي هو مهم، عاد تقدر تلقاو بزاف ديال لي سيمبولز، ولكن واحد اللي مهم هو the necklace. it symbolizes the deceptiveness of appearances، يعني خداع المظاهر. مادام فورسي كانت كتشري مجوهرات باش تبان غنيه، وفعلا قدرات انها تخدع ماثيلد، حيتاش ماثيلد فاش تسلفات من عندها القلاده كان يحسب لها واش القلاده ديال الالماس حقيقيه، ولكن تبين في الاخير ان القلاده ماشي حقيقيه، ولكن كانت كتستعملها مادام فورستي غير باش تبان انها غنيه ولا من الطبقه الارستقراطيه. الله، تقريبا الماجر سيمبل از ذا نيكلاس، اند ات سيمبلايزز ذا ديسيبتيفنس اوف ابيرنسز، اللي هو خداع المظاهر. بالنسبه للايروني، وات تايب اوف ايروني وي هاف هير؟ dramatic. Why? Because Madame Forestier knows about the necklace while the readers didn't know. قلنا أن dramatic irony هي فاش كيكون الشخصية عارفة أكثر من القراء، ولا فاش كيكونوا القراء ولا المشاهدين كيعرفوا أكثر من الشخصيات. هنايا فورستي كانت عارفه بلي ان النكلاس مزوره، ولكن حنا ما كناش عارفين حتى الاخر. الوغ حنا عندنا دراماتيك ايرون. بالنسبه للسيتينغ، كنا قلنا بلي ان السيتينغ كيعني المكان والزمان، وبعض الاساتذه كيطلبوا حتى الكالتشر، ولكن في هذه الحاله هذه غادي نحاولوا نقتصروا غير على الزمان والمكان. بالنسبه للزمان ما ذكروا ليناش الكاتب، ولكن المكان عرفناه بلي انه باريس، والجواب غادي يكون ذا ايفنت توك بليس ان باريس. واذا شي واحد طلب لكم حتى الكالتشر غتقولوا اند كالتشر in the story is the high social class ولا the upper class. بالنسبه للبلوت، فالاكسبوزيشن هما هذوك المعلومات اللي عطى لنا الكاتب في البدايه ديال القصه حول ماثيلد، انها زوينه وانها كتحلم يكون عندها الفلوس ويكون عندها الخدم ودار كبيره. رايزين اكشنز هما الاستعدادات، يعني فوقاش غادي يبداو من الرايزين اكشنز، فاش الراجل غادي يجيب لك لانفيتيشن وهي غترفض حيتاش ما عندها ما تلبس. يعني هذه هي البدايه تقريبا ديال الرايزين اكشنز، وهذوك الاستعدادات اللي دارت، كيفاش انها قنعات الراجل باش يشري ليها واحد الفستان، وفاش مشات تسلف النكلاس من عند صاحبتها. كاملين هادو ذا رايزن اكشنز. الكلايماكس هي فاش عرفات باللي انها فقدات القلاده. الفولن اكشنز هي ديك 10 سنين ديال التمار اللي دازت عليها باش تخلص الكريديات اللي شدو. بالنسبه للريزولوشن هي النهايه ديال القصه، وهي فاش عرفات باللي ان القلاده اللي ضربات على ودها 10 سنين ديال التمار صدقات مزور. بالنسبه للثيم ديال ذا النكلاس، فعندنا ذا ديسيبتيفنس اوف ابيرنسز، يعني خداع المظاهر، كيفاش ان ماثيلد كانت كتسعى انها تبان واحد
المظهر ديال الناس الاغنياء وتخدع هذوك الناس، ولكن هذا الشيء كلفها من حياتها 10 سنين ديال التمارة والعاده. يعني ديك السعاده اللي عاشتها في البارتي تقلبات. كان واحد الثيم واحد اخر اللي هو don't let the pleasure of a moment destroy your life. ما تخليش واحد اللحظه في الحياه ديالك اللي كتكون فيها نتايا ناشط وكتكون فيها نتايا فرحان تخرج لك على المستقبل ديالك. داكشي اللي وقع لمارثيلد بالضبط، ان ضربات تمارة وشحال هي تسلف وتجري وتجاري باش تشري فستان وتسلف نكلاس من عند صاحبتها. كلشي هادشي علاش؟ باش تخدع الناس في البارتي. ولكن النتيجه من بعد الحفله كانت صادمه، حيت ما لقاتش القلاده وكان خاصها تخلص. يعني the moral lesson we get from this short story is don't let the joy of a moment destroy your life. ولا deception is often a mistake which has a bad result for deceivers.